هلو كيفكن؟ ويلكم تو ماي شانل إذا جديد ويلكم باك إذا قدير. اليوم عنا a fun little challenge للقراءة هيدا الشهر، ويلي هو إنه my followers on Instagram نقوا شو رح أقرأ عبر الإيموجيز. يعني يلي عملته هو عملت ستوريز وصورت فيها كتابين، وكل كتاب غطيته بلون يلي أكتر شي بالكوفر، وحطيت 3 أو 2 إيموجيز بيعبروا عن شو الكتاب، وحطيت البول وخليتكن أنتوا تصوتوا أي بتحسوا لازم أقرأ أكتر. ف let's see شو نقيته. بعدني أنا ما شفتهم، حطيتهم مبارح، شفتهم مبارح بالليل واليوم بعدني ما عملت تشيك، فحيكون سربرايز لإلي مثل ما هو سربرايز لإلكن. هيدي هي الكيوت ليتل اناونسمنت يلي حطيتها، وحطيت 8 كتب ضد بعض، فانتو حتنقوا واحد من كل اثنين، سو يور غانا تشوز 4 من الكتب يلي حقراهم هيدا الشهر. ما حسيت بدي اعمل اكثر لانه شهر اكتوبر وبحب نقي اللي بدي اياه باكتوبر، ف يا 4 كثير منيح. اول كومبيتيشن كانت بين Everything I Know About Love لدولي ألدرتون، و I'm glad my mom died نسيت اسمها. Anyways, I'm glad my mom died. اللي أنا بدي إياه أكتر هو Everything I Know About Love، بس مش حكون mad at any result يعني. ف let's see. لا 50-50 برو، من أول واحد 50-50. لا شو بدي أعمل هلا؟ يا الله خلص. I'm gonna choose الكتاب يلي على الحقيقة عندي إياه، ويلي هو Everything I Know About Love لدولي ألدرتون. Book 1 done. Second story كانت between The Sun Is Also A Star by Nicola Yoon. صح؟ Nicola Yoon. I think it's a romance. يعني أغلب ما بفكر وبعرف إنه هي romance. بس ما بعرف عن شيء. و The Fine Print by Look at the cover بس انتو لحظة في كتير شمس اليوم. Please طلعوا قدي فخم. Okay, The Sun Is Also A Star و The Fine Print by Lauren Asher. The Fine Print هي أول كتاب من a series يلي عندي the other two books منها، فبدي إياها تربح أكثر. لحظة يا دل Focus on me. بدي هيدا يربح لأنه جبته أجداد ومتحمست له أكتر، بس I will be شوي mad إذا أنا قايته هيدا، بس it's fine. يعني I'll read it. Whatever you choose, I'll read. هيدا هو ال challenge أصلا. واو كأنه better. I don't really know. أوكي جيت على هالميلة أحسن شوي كأنه. فخلينا نشوف شو نقيته بين هولي الاثنين. 62% للـ Fine Print! Yes! Guys, I love you. 24 votes للـ Fine Print و 15 votes للـ The Sun Is Also A Star. Okay. ما قلت لكم عن الإيموجيز. لأول اثنين استعملت 100% والتيتشر والقلب إنه everything 100%. I know إنه التيتشر بيعلم about love قلب. I'm so smart. و I'm glad my mom died الإيموجي الجلاد وأم وبنتها وتابوت إنه شي died. ف yeah. وهولي The Sun Is Also A Star عملت a sun عم تعمل عم تسلم على الستار، و The Fine Print حطيت الرولر كوست مش رولر كوست الفيريس ويل وكونتراكت وقلب إنه it sums it up يعني pretty well. ف The Fine Print is added to the TBR. Okay, I think this is better. صح؟ Hopefully. Next two books عنا between a sci-fi و fantasy لأنه ما عندي two fantasyات بدي أقراهن. So حطيت هولي ضد بعض. أول واحد هو Replica by Lauren Oliver. هيدا الكتاب عندي إياه من كمان بركي سنة. I don't really remember بالضبط. But It's هيدا الكتاب الغريب يلي بتقروا تشابتر من هون بعدين بتقلبوه بتقروا من هون بعدين بتقلبوه بتقروا من هون you know. هيدا أول واحد. وتاني واحد هو Fourth Wing by Rebecca Yarros. كلنا نعرف Fourth Wing Dragons جامعة. I'm really excited to read it. فإن شاء الله يا رب يا رب
يكون هيدا ربح. please please I'm so excited to read this one أكثر من this one مع إنه هي أطول منها. لهيدا نقيت الإيموجيز لحظة لا أتذكر نقيت البترفلاي البيس ساين إنه تو لأنه ريبليكا يعني والساينتست لأنه ما بعرف ليه بس إنه I guess it's kind of شي بالبلوت إنه بيكونوا عم يخترعوا شيء أو في شيء بيعملوا تجارب أو شيء. وفورث وينج أكيد دراجون ومبنى جامعة أو مدرسة أو I don't know. Let's see. Oh my god yes 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 I'm so happy. 53% fourth wing 47% replica. I'm so excited إنه fourth wing ربح. Thank you guys. Love you so much. Third book done. آخر كتابين هن الكتاب يلي جربت حطه بفيديو شهر الماضي تعول القرعة تختار بس قرأت Study in Charlotte بدل هيدا للفيميل ديتكتيف برومت. So هو The Politician Brief by John Grisham. حطيت له الإيموجيات Journal و Journalist و نقطة دم إنه في شيء قتل و The Floating Admiral by Agatha Christie و 9 other authors. هيك الكوفر قد ايه حلو. It's so pretty. قرأ لوين؟ تقريبا لهون I think وموقفة ما بعرف شو صار فكان بدي ارجع اقرا. فلتس سي ما عندي preference شو بتنقوا يلي بتنقوا بقرا فلنشوف شو نقيتو. Come on طفى my phone. اوكي رح شوف على الايباد وارجع لكم. It's a big 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 difference. 76% ل The Politician Brief و 24% ل The Floating Admiral. بعتقد هيدي غلطتي لانه ما حطيت ايموجيز حلوين لل Floating Admiral. حطيت boat و question mark و تابوت. لا مش تابوت هيدي الحجرة اللي بحطوها على القبر. فما كانوا كتير حلوين فربح هيدا. I'm excited about it يعني انه عادي اوكي I'm gonna read it اجبر حالي صار له عندي اكثر من 2-3 years. anyways عنا quick rundown everything I know about love لدولي ألدرتون. The Fine Print by Lauren Asher. Fourth Wing by Rebecca Yarros. The Politician Brief by John Grisham. اربع كتب إذا بدكم ياني أقراهم هول الأربعة كلهم بي one vlog. بعرف قلت هيك شهر الماضي بس ما كان قصدي إنه أقراهم كلهم بي one vlog. كان قصدي إنه تشوفوني أنا عم بقراهم إذا قرأيتهم. وتعولة شارلت كانت بفلوغ وتعولة فينيسا كانت بفلوغ ويعني كذا واحد منهم كان بفلوغز ف I did what I said. بس هلأ إذا بدكم ياني أعملهم كلهم هول أقراهم ورا بعض بي افلوج انه ماي انستا فولوورز تشوز وات اي ريد فور ا ويك او شيء تيل مي و ايل دو ات بعمل اي شيء بدكم اياه ويا اي لاف يو سو ماتش. شكرا انكم وصلتوا لاخر الفيديو. لايك شير سبسكرايب دو اول ذا يوتيوب ثينجز. ما طلعت اختي لانه هي ما عملت قبل ما تروح على المدرسه. اند اي ويل سي يو نيكست تايم. جود باي.